اليوم اليوم عيني طبعا اليوم اداكم مو 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 زين يعني حقيقه ما راضي عليكم. وهنا مثل ما ذكرتوا لي هواي طلاب قالوا استاذ احنا ما نلحق نقرا، استاذ عندنا ظروف، استاذ كذا استاذ كذا. يعني بس خليك وياي وراح اتكلم وياك بنقطه واحده بموضوع واحد. قبل يومين ثلاثة كنت بحدى المدارس فجتني واحدة من الأخوات قالت أستاذ محمد يعني أنا ألوه سدريس وأنا أنا يعني يعني جيت علمي برغبتي وأحب قسم العلمي وأني كذا وبس أنا عندي ظروف وأني متزوجة وأني كذا. والله العظيم يا أخوان والله والله الله شاهد علي أنطتني تسع أعذار تسع أعذار أنطتني تسع أسباب. قالت اني ام بيت، اني اكو مشاكل بهلي، اني وضع الماده صعب، اني كذا، أنا يعني انا عديت حسابتهن تسع اسباب. انتم وياي عيني وياي ان شاء الله تسمعوني تسمعوني ان شاء الله. نعم نعم جيد. انطتني تسع اسباب. قالت استاذ اني ما لحق اقرا، أني عندي التزام، أني 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 أني، يعني من هاي الأسباب اللي أنتوا دائما تقولونها، وأنا راح أجيكم خطوة خطوة. هذا بالنسبة للطالب اللي يقول أستاذ أني ما لحق. فأنا إيش قلت لها؟ قلت لها طالما ظرفك صعب، خلاص لعد اتركي قسم اللغة الإنجليزية، اتركي اتركي قسم العلمي، أو إذا أنت طالب قسم لغة إنجليزية، اترك قسم اللغة الإنجليزية وخلص، اترك الدراسة وروح شوف لك غير شغلة إذا أنت الدراسة صعبة عليك. قال لا، قالوا لا أستاذ إحنا نريد ندرس نريد نكمل. يا اخي انت ماكو اثنين، وهي الحياه ما تتحمل تلف من اثنين اكثر من اثنين. يا اما تكون انسان ناجح وتتحمل الظروف الصعبه وتنجح بحياتك، يا اما تكون انسان فاشل وتترك هذا الموضوع وتحوفه. هي واحده من الاثنين اخوان. يعني اما تكون انسان ناجح بحياتك وتتحمل الظروف الصعبه، او تكون انسان فاشل وخلاص ما تتحمل الظروف الصعبه وتعيش حياتك مرتاح. هي واحده من الاثنين يا اخوان، فانت اختار مصيرك وحدده من هسه. يا اما تكون انسان ناجح وتنجح بحياتك وتحارب الظروف الصعبه وتنجح، او تكون انسان فاشل وخلاص ماكو تعب ولاكو اي موضوع وخلاص قضيها الله كريم، ولا 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 تعيش اي معاناه ولا تعيش اي صعوبه. هي واحده من الاثنين يا اخوان. زين عيني هاي واحده. شغله ثانيه، كل طلاب قسم اللغه الانجليزيه استاذ احنا دايخين، استاذ احنا ما نعرف، استاذ احنا كذا. بس اريد اقول لك هذا تفكير زايد عوفه، هسه مو وقته انت افضل تفكر يعني ليش اقرا وانا كذا. انا راح اعطيك بعض النصائح هسه حاليا وراح اوجهك بيها واعلمك ايش راح تقرا. اولا خليك مركز ويا دراستك. يعني شلون؟ يعني مو ايش وقت ما تفطن عندك انت طالب تروح تقرا. خلي الدراسه هدف اساسي بحياتك، تابع ويا دراستك اول باول، تابعها اول باول. يعني لا تاجل شيء، دائما تابع. هذا اولا. الشغله الثانيه اللي اريد اقول لك اياها، من الشغلات اللي تقدر انت تتخطى هاي الصعوبه هسه حاليا بالمرحله الاولى، اول شغله يا اخوان لازم تسال الطلاب اللي قبلك. يعني انت لازم تعرف طالب قسم انجليزي قبلك بسنه، روح اساله يا اخي، تعب نفسك بالجامعه، روح علي قول له يا ابا انا طالب مرحله اولى واريدك توجهني. اسألك اثنين ثلاثة، انت طالبات شوفي لجي وحدة مرحلة ثانية واسأل عليها وقلي لها انا طالبة مرحلة اولى وجهيني انصحيني. يا اخي صعبة عليك اذا رحت؟ صعبة؟ لا لا مو صعبة ترى اذا رحت، بس الانسان اللي عنده طموح وعنده واهس ورغبة يروح يدق الباب ويسأل، واحتمال يتعنم من منطقة لمنطقة، واحتمال ياخذ معرف شخص ويسأل فلان حتى يروح يشوف هذا الصديق ويعرف شنو يقرب مادة الأدب أو مادة الصوت. يا أخي اسعى شوية، اتعب حياتك، اتعب على مود تغير مستواك إذا أنت تعاني من الإنجليزي وما تعرف إيش تقرأ. بس أنت طالب العراقي بشكل عام، طالب العراقي مع احترامنا للزينين يحب يبكي، يحب يتظلم، يحب يقول أستاذ أنا ما أعرف أقرأ، أستاذ شلون هيجي، أستاذ الأسئلة صعبة، أستاذ ظلموني بالتصحيح، والله العظيم أستاذ ظلموني بالتصحيح. الله يعني لازم اشغل لك موال اقعد بشويا كاني صدل موك شو الفكر هذا عيني؟ شو الفكر هذا؟ وخصوصا اكو بعض الطلاب يعني ما شاء الله ما شاء الله وجه لهم تحيه، يعني عند المدرس عدو، المدرس او الاستاذ يابا ليش رسبت؟ والله العظيم استاذ الاسئله صعبه، استاذ هم رسبوني يابا. شنو رسبك عيني؟ يعني شنو الاستاذ ما يريدك تنجح؟ الاستاذ اذا نجحت هم ترى هم بصالحه عيني. فركز يا اخوان، ركز ركز
زين عيني ركز ويانا وتابع وتابع اول باول. زين قسم الترجمة نعم ندرس مادة الصوت والأدب تدرسونها، بس اكو اختلاف بسيط يعني بعض الاشياء احتمال الاستاذ يتركها من قسم الترجمة بس. زين المحاضرة السابقة اخذنا الاغراض الشعرية التناقض والالتريشن وكذا، اليوم راح ناخذ مجموعة اخرى. اليوم راح نبدي بموضوع الريبيتيشنز. الريبيتيشنز هو التكرار. شنو المقصود بالريبيتيشنز؟ ريبيتيشنز معناها تكرار، يعني انت تكرر المادة الجملة او يعني الكلمة حتى تركز على جانب معين. طلابنا الاعزاء الغوا التعليقات. استاذ سيف الغي التعليقات عيني. استاذ سيف الغي التعليقات اذا وياه عيني، الغي التعليقات بالله، لان الطلاب حاربوا التعليقات وعافوا المحتوى. حقيقة استاذ سيف يعني هو الانجن مالت القناة كلها، المحرك الرئيسي. فلا تنسونا من دعاء، ورجل يعني انسان ما شاء الله، ومع العلم هو عنده دراسات والتزامات ديعوف ظروفه، والله دا يجي خاطركم الله شاهد. زين فلا تنسونه. زين مو بس انا وحدي ترى، زين الله شاهد ترى علينا تكاليف واشتراكات انترنت لازم قوي، يعني كلش قاعد نتعب لخاطركم. زين كل اللي اريده من عندكم تدعمونا وتساندونا بتعليقكم ومشاركاتكم وكلامكم وذكركم بالخير، انه هذا الشيء ان شاء الله بمثابة كنز. انه بالمناسبة اني خاف احد ما يعرفني، اني استاذ محمد نجم النوفلي، مدرس لغة انجليزية على جوجل ميت وعلى اليوتيوب، وانطي محاضرات قسم مجانا لوجه الله وقسم مدفوعة الثمن. يعني اكو دورات نسويها بفلوس واكو دورات نسويها بلاش لمساعدة، يعني من جانب احنا لازم ننشر العلم ولازم احنا ما نكون محتكرين للعلم. والحمد لله وشكر احنا اكثر من 800 فيديو على اليوتيوب ناشرين للفائدة. زين ان شاء الله تستفادون من عدها. حتى ما نطول عليكم، خلينا نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا فيجر اوف سبيتش او البويتيك ديفايسز، اغراض شعري اخر بماده الادب. ريبيتيشنز تعريف. يجينا طالب يقول لي استاذ شلون اقرا الادب؟ يا اخي هذا تعريف احفظه، صدق كذي تعريف الادب احفظه، تعريف الليترت احفظه، تعريف الريبيتيشن يعني وين عندما وين مثلا فور اكزامبل انا بودي اي شخص repeat single line، عندما الشاعر يكرر لاين واحد، سطر واحد او استانزا، ونعرف شنو المقصود بالاستانزا، جزء من قصيدة. to emphasize a particular idea، حتى يركز على فكرة معينة، هذا هو الريبيتيشن. شلون ما تكتبه صح، اخذته من هاي الملزمة، اخذته من غير ملزمة، كلهن صح. repetitions معناها تكرار، تكرر فد شيء معين حتى يعني تنطي فكرة أو تأكد على فكرة معينة. وطبعا يعني أنا أحب الأدب وأحب الشعر، ومثلا عندنا من القصائد موجودة حتى باللغة العربية هذا الشيء بالمناسبة، يعني وأنت أنت هذه قصيدة موطني، وأنت جلال الشعب والقيم. هذا شنو؟ أنت كرر أنت، ليش؟ حتى يأكد على حبه للوطن. إذن التكرار هو عملية تكرار جملة أو كلمة أو ستانزا كاملة في قصيدة معينة حتى يأكد على فقرة أو فكرة معينة، هذا هو موضوع الريبيتيشن. عندنا السيميلي is a direct comparison between two things with the use of like or and as. السيميلي هو التشبيه، يعني شنو معناه؟ يعني استخدام اللايك والاس للمقارنة بشيء وشيء. يعني اختصارا للموضوع شنو يعني سيميلي؟ من تباوع على القصيدة وتلقى بيها لايك لو تلقى بيها اس، راح تقول على ذني سيميلي، راح تقول على هذا سيميلي. ليش قلت علي سيميلي؟ لان بي لايك واس، تشبه شيء بشيء، اشبه شيء بشيء. يعني مثلا This man like a pilot، هذا الرجل يشبه الطيار، يعني وكأنه طيار. like، إذن من اللي قيت like، إذن هذا هو simile. شلون يجيك بالامتحان؟ يجيك تعريف أو ينطيك قصيدة ويقول لك طلع لي simile، أو ينطيك قصيدة ويقول لك طلع لي simile. عندنا أيضا غرض شعري آخر وهو الميتافور، a comparison of two things without the use of like as
and the comparison it is not direct but implied, يعني هي مقارنة بين شيئين اثنين بدون استخدام اللايك والعاز. طبعا هي الميتافور هو الاستعارة او التعبير المجازي لما الواحد يعبر عن شيء بتشبيه الشيء ها بدون ما يستخدم اللايك والعاز، يعني بدون ما تستخدم اللايك والعاز، هذا نسميه احنا ميتافور، يعني اشبه شيء بشيء بس ما استخدم اللايك والعاز. زين راح اسألك سؤال، اذا استخدمت اللايك والعاز ايش راح نقول علي؟ راح نقول علي سملي. راح اعيد الفكرة مرة اخرى، السملي معناها اني اكرر شيء بشيء، يعني اجيب شيء عفوا سملي معناه اشبه شيء بشيء باستخدام اللايك والعاز، يعني اذا لقيت بالقصيدة لايك او عاز راح تقول على هذا سملي. اذا بوعت على القصيدة قريتها وافتهمت الترجمة مالتها ولقيت بيها تشبيه شيء مشبهينه بشيء بس ما مستخدمين اللايك والعاز، اذا راح تقول على هذا ميتافور، واحنا راح ناخذه بالمحاضرات الجايه وناخذ عليه امثله وفهمكم عليه اول باول. عندنا كذلك البيرسونيفيكيشن، البيرسونيفيكيشن اللي هو التشخيص، it is giving unanimate objects human form or making them speak، هو اعطاء صفه جماد، اعطاء صفه يعني اعطاء للجماد صفه كائن حي، يعني اني انطي فد شيء بشري صفه بشريه الى شيء جامد الى شيء جماد. يعني احنا نخلي مثلا البحر يتحدث، يعني من اقول مثلا واخبرتني النجوم، واقول اخبرتني النجوم، ليش هي النجوم تحكي؟ النجوم ما تحكي، هذا يسمونه التجسيد او التشخيص personification، تشخيص يعني اني انطي صفة كائن حي الى فد شيء غير حي او فد شيء غير عاقل. يعني مثلا اقول السلحفات غنت اغنية جميلة او قصة جميلة، ليش هي السلحفات تحكي؟ هي السلحفات ما تحكي. اذا انا جبت صفة كائن صفة بشرية الى صفة شيء غير بشري، يعني خليت الحيوانات تحكي، خليت النجوم تحكي. زين فهنا هذا شو نسميه احنا؟ شو نسمي هذا الموضوع؟ هذا الموضوع نسميه personification، يجيك بالامتحان عرف لي personification، تذكره مهم جدا. عندنا كذلك الانيماتوبيا، الانيماتوبيا تعريف جدا مهم، الانيماتوبيا هي محاكاة الاصوات، هي استخدام الاصوات occurs in words which imitate sounds suggest the subject and describe، يعني هو اقتراح اصوات في القصيده، يعني احنا راح نستخدم الاصوات في القصيده، مثلا تو هو قصيده وينتر، من نستخدم اصوات الحيوانات في القصيده نسمي هذا انيماتوبيا، يعني محاكاه الاصوات. يعني مثلا خلينا نقول نوح الحمام، من نسمع كلمة نوح الحمام، هذا نوح الحمام. إذن من يعني هو الأنيماتوبيا اختصارا حتى ما تدوخون، هي وجود صوت الحيوانات في القصيدة، صوت مو أي صوت طبعا في القصيدة، يعني من نلقى فد شيء بصوت بالقصيدة راح نقول عليه إحنا أنيماتوبيا، نسميه أنيماتوبيا، هذا هو نسميه أنيماتوبيا، محاكاة الأصوات، تلقى اسم صوت أو فد شيء بصوت موجود عندنا بالقصيدة نسميه إحنا أنيماتوبيا. الجنرال مينينج أخذناه طلاب، بس الشيء المهم نأخذه، الديتيل مينينج أخذناه بالمحاضرات السابقة، الجنرال مينينج إنه هو إنه تنطي فكرة عامة عن القصيدة، تنطي الفكرة العامة عن القصيدة. الديتيل مينينج انه هو تنطي تفصيل للمعنى، يعني السؤال من يقول لك الاستاذ انطيني المعنى العام لقصيده فلانيه، تنطي المعنى العام، من يقول لك انطيني المعنى التفصيلي معناه تشرح لي القصيده بالتفصيل الممل. الانتنشن اوف ذا بوت اللي هو يعني نيه الشاعر، الشاعر شنو نيته من القصيده، الشاعر شنو نيته من القصيده. السمبل معناه رمز، يعني ترمز،
يعني مثلا ذني طبعا كلش مهمات، اهم شيء لازم تفهمهن. سمبل يعني رمز طلاب، يعني شلون؟ يعني هسه مثلا الحمامه ترمز الى السلام، مثلا احنا عندنا بالعراق الغراب يرمز للشر، نقول هذا من اجى واحد نقول والله هذا وجه الغراب، يعني وجه شر. اذا السمبل هو رمز، النافذه ترمز الى الامل، ترمز الى الامل والى الحريه هيك. فكل شيء الى رمز، هي هذا السمبل احنا نسميه الرمز. واضح ان شاء الله الرمز صار مفهوم يا ربي، ان شاء الله اي سؤال او استفسار احنا حاضرين. الاود اخذناها قلنا هي قصيده يعني تكتب لشخص انت تحبه او تحترمه، شخص انت تحبه او تحترمه. الالجري قلنا هي قصيده حزينه تكتب لشخص ميت، شخص حزين علي انت، احتمال اخوك، احتمال حبيبك، احتمال حبيبتك، احتمال بنيه تكتب لصديقتها هيك، بنيه تكتب لصديقتها، احتمال بنت الامها، احتمال ام البنته. اذا هي قصيده تكتب او قصيده مدح حزينه تكتب لشخص قد توفي وتكتب له. الستانزا اخذناها شنو المقصود بها، هي جزء من قصيده قلنا. ما عدنا بعد شيء. الثيم، الثيم هي الفكره الاساسيه مال القصيده، يعني تقريبا الثيم هو نفسه، هو نفس الثيم، هو نفسه تقريبا، يعني نقدر نقول عليه احنا البوت انتنشن، يعني نيه الشاعر، ثيم يعني الموضوع مال القصيده، يعني القصيده او القصه او العمل الادبي عن شنو قاعد يتحدث، هذا هو الثيم، هذا هو الثيم. هاي المصطلحات لازم تعرفها تفهمها فهم، مو تحفظ حفظ، تفهمها فهم. بس الشغلات اللي ذكرت لك اياها مهمه. المحاضره الجايه نبدا ان شاء الله بالبوتري ونشوف شنو انواع البوتري ونكمل لكم بقيه الاشياء. هسه حاليا راح نفتح لكم المايكات ونجاوب على اي اسئله او استفسارات بخصوص ماده الادب فقط، غير ماده الادب ما اريد، غير ماده الادب ما اريد، ما اريد نسويها هسه. موضوعنا ادب، نريد يخلي يتكلم. يلا عيني، من عنده سؤال على ماده الادب؟ عليكم استاذ، بلا سؤال. وعليكم السلام، تفضل. احنا مثلا يعطونا دكاترة مجموعه من هاي الادوات الادبيه، احنا نقيد بها لوكيل نحفظها مثلا؟ والله شوف، هو يعني يفضل تقرا المجموعه الادبيه اللي استاذ انطاك اياها. بس شوف، هو انت، انا هسه شنو وظيفتي؟ انا وظيفتي اشرح لك اياها، انا فهم لك اياها، ويبقى الحفظ احفظها يم الاستاذ بس. صحيح، لان هو ما اعطى، يعني مثل المطي، تقريبا مطي سبع ادوات ادبيه. اي خلاص احفظ بس لان السبعه، واكيد هنا انا شارحها مو صح؟ اي شارحها طبعا. خلاص حاليا شرحتها. خلاص، اذا انت الاستاذ اللي منطيك اياه اشر عليه واحفظه وفهم، انت فاهمه؟ خلاص. اي طبعا فهم وحفظ حماس. خلاص، هي المشكله وين انتم عندكم هسه تواجهونها؟ بالفهم. نعم. احنا